هول مش مخدرات، هول مخدرات، هول اسمهم مخدرات. هيدا لغوياً. الإدمان على المخدرات مشكلة كبيرة وعالمية، بلبنان تحولت من مشكلة اجتماعية لمشكلة دبلوماسية. المجتمع الدولي كله بيحارب زراعتها، إنتاجها، صناعتها، تجارتها، استهلاكها وترويجها، وبيلاحق المرتكبين فيها. لهيك وصلت تشريعات دولية وداخلية لمكافحتها، بس هيدا منه إلا الإطار القانوني للمشكلة. هيك مشكلة وهيك إدمان بدق بكل الأعمار، بكل بيت بده إطارات أعمق وأكثر للتخلص، أو بالأحرى للتخفيف من الإدمان عليها ومن نتائج المأساوية لهيك مشكلة. المشكلة الكبيرة بوضع أكبر سجن بلبنان، سجن رومية. بهيدا السجن إنك تلاقي مواد مخدرة وحشيش وكبتاغون أمر ولا أسهل من هيك، وما عندك الخيار إلا إنك تتعايش مع هيدا الوضع السيء. برات السجون بلبنان الخيار بإيدك أنت، أما جوا فحياتك مهددة بالخطر بالمباشر. على فكرة القانون اللبناني للمخدرات أعطى الحق لأفراد العائلة إنهم يتوجهوا للجهات المختصة لطلب العلاج لأحد أفرادها المدمنين. مش بس هيك، بحسب المادة 192 من هالقانون، كل شخص على علم بوجود مدمن بشكل خطر على الآخرين إنه يبلغ النيابة العامة لتباشر بالتحقيق وتلزمه بالعلاج قبل ما تبلش بالملاحقة. وهذا المسار العلاجي للمدمنين القانون بيفرض على الدولة تتكفل فيه، بس أكيد وللأسف دولتنا ما عندها الإمكانيات. لهيك هيدا عقبة جديدة وكبيرة أمام المدمنين إنهم يتكفلوا بعلاجهم. كنتوا بتعرفوا إنه الكبتاغون منه مندرج ضمن لائحة الممنوعات والمخدرات بالتشريعات المعمول فيها بلبنان؟ لهيك من سنة تقريباً وبعد شكاوى عربية كتيرة للحكومة اللبنانية بسبب تهريب الكبتاغون للدول العربية وتحديداً المملكة العربية السعودية، دعت حكومة تصريف الأعمال لتعديل التشريعات اللبنانية وإدراج الكبتاغون ضمن الممنوعات للوصول للتشدد بمعاقبة المصنعين والمهربين.